أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن الوزارة ماضية في تنفيذ المبادرات الرامية إلى تنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة ملك البلاد المعظم بتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار فيه، والذي يحظى بمتابعة مستمرة من الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أشار وزير شؤون البلديات والزراعة إلى طرح حزمة من الأراضي للاستثمار الزراعي في منطقة بوري تتراوح مساحتها بين 7,012 متر مربع. نوه الوزير المبارك بما توليه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء من اهتمام ومتابعة مستمرة لمبادرات الأمن الغذائي. أوضح المبارك بأن الوزارة قامت بطرح ثلاث أراض للاستثمار الزراعي في منطقة بوري عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، وقدمت العروض النوعية لاستثمار هذه الأراضي لفترة زمنية محددة تمتد إلى 10 سنوات. بين المبارك بأن المجال سيكون مفتوحا لاستثمار هذه الحزمة من الأراضي للقيام بتنفيذ أنشطة تعزز الأمن الغذائي. لفت الوزير إلى أن الحكومة تستهدف من خلال تعزيز الأمن الغذائي رفع الإنتاج المحلي عبر مبادرات تصب في مجال تنمية الزراعة النباتية والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية.